معايا على التليفون دلوقتي الاستاذ محمد حمدي عباس، عضو مجلس اداره نادي اسوان. ازيك يا استاذ محمد؟ اخبار حضرتك يا كابتن اسامه؟ ربنا يخليك، وبشكرك جدا على المقدمه الرائعه دي لانديه الصعيد ونادي اسوان اللي بيمثل السنه دي الصعيد في بطوله الناشئين. بنبارك لك طبعا في البدايه على صعود نادي اسوان للدوري الممتاز، زي ما اقول لحضرتك حاجه طبعا بتفرح الصعيد كلهم ان يبقى ليهم ممثل في الدوري الممتاز. ربنا يخليك، ان شاء الله نقدر نسعد جمهور اسوان واهل الصعيد كلهم ان شاء الله السنه دي بدعم اتحاد الكره لينا ودعم الدوله لينا ان شاء الله. كلمنا بقى في البدايه طموحات نادي اسوان السنه دي، السنه دي دوري ممتاز بعد غياب فتره، الهدف او طموح السنه دي ايه؟ والله ان شاء الله احنا ناويين بالنسبه للفريق الاول ان احنا يعني في المراكز المتقدمه في ظل الظروف الصعبه اللي بتواجه نادي اسوان. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا الناحيه الماليه بتبقى صعبه بالنسبه لنا. طبعا ده بالنسبه طبعا للفريق الاول، ان احنا نسافر 17 مباراه خارج اسوان، طيران، يمكن احنا بنسافر اكثر من الفرق اللي هتشارك في افريقيا، يعني حسيت الفرق اللي هتشارك في افريقيا مش هيسافر 17 مباراه وطيران يعني. فان شاء الله احنا ناويين نعمل حاجه كويسه، بنجتهد على قد امكانياتنا. بنعمل معسكرات خارجيه حاليا، بقى لنا شهرين في معسكرات خارجيه. تمام. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نقدم حاجه كويسه لاهل الصعيد ومحافظه اسوان وجمهور اسوان ان شاء الله. دعمت يا استاذ محمد في حدود المتاح، دعمتوا الفريق الاول بلاعيبه مميزه؟ طبعا احنا شغالين حاليا طبعا بقياده كابتن مجدي عبد العاطي، موفرين كل الامكانيات، معاه جهاز محترم، شغالين طبعا بقى لنا شهرين كنا معسكرين في الاسكندريه، وحاليا طبعا ابتدينا بقى لنا يومين دلوقتي في القاهره. دعمنا بمجموعه لعيبه طبعا لازم نتفاهم الدوري الممتاز، الف طبعا غير ممتاز ده، بنحاول نجيب خبرات كبيره تبدا تشارك معانا في الدوري. ان شاء الله كابتن مجدي هنعمل فرقه كويسه فيها خليط من الخبرات وخليط من لعيبه الدوري الممتاز ده، عشان نقدر نقدم كوره كويسه طبعا في ظل ارتفاع الاسعار الرهيب اللي حصل السنه اللي فاتت والامكانيات الضعيفه بتاعتنا. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدر نعمل فرقه كويسه نقدر ننافس بيها ونقعد في الدوري الممتاز السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لكم يعني التوفيق، وكابتن مجدي عبد العاطي من المديرين الفنيين الشابين الواعدين المميزين كمان اللي قدر يصعد من اسوان من دوري القسم الثاني للدوري الممتاز. انا كنت بقول خبر دلوقتي انسحاب اسوان من دوري 2001 و2004 خبر انا احزنني شخصيا، السبب ايه يا استاذ محمد؟ والله يا كابتن اسامه انت عارف احنا يعني اتحاد الكوره السنه دي عامل طبعا زي ما انت عارف الفرق الصاعده بيبقى المشاركه بالفرق الناشئين اجباري عليها. تمام. فاحنا بعتنا لاتحاد الكوره وقلنا له احنا في ظل امكانيات نادي اسوان ان انا مش هقدر اسافر باربع فرق، يعني كل فريق بالجهاز باللعيبه 27 فرد، ان انا اسافر 17 مباراه لكل فرقه، يعني بمتوسط في لو احنا حسبناها اكثر من 68 لقاء خارجي، انا الفرقه الوحيده على مستوى الجمهوريه اللي هتسافر الماتشات الخارجيه كلها بره محافظتها. يعني اغلبيه فرق القطاع حوالين بعض، يعني الاهلي والزمالك والحرس كلهم بيلعبوا، اقصى حاجه للفرقه بتاعت القاهره بتسافر اسكندريه ساعتين ونص. تمام. انا الفريق الوحيد اللي هسافر بس الاقصى. كتير قوي، وهتبقى تكلفه ماليه كبيره. أربع فرق. تمام. الفرقه الواحده بس بتكلفني اكثر من 500,000، لما تيجي تحسبها الفريق الواحد عشان اسافر اقعد يومين في القاهره بيكلفني 30,000، خاصه انت عارف في ارتفاع الاسعار قطر رايح جاي. طب نادي اسوان يعني مشترك، انا عشان اشارك باربع فرق يعني 2 مليون جنيه. يعني نادي اسوان مشترك مواليد 99 و2003، انسحب من بطوله 2001 و2004، مظبوط كده؟ هي دي المشكله الاكبر بقى، ان انا بعدنا لاتحاد الكوره ان انا بقول له انا هسافر هلعب 99 و2003 على قد امكانياتي. طبعا مشكورا الدكتور محمود سعد، طبعا لما بيجي اسوان عشان يعمل دورات لينا احنا بنحتفل بيه طبعا، لان هو طبعا بالنسبه لنا احنا علامه في كره القدم طبعا دكتور محمود سعد. طبعا واحنا بعتنا لهم ان احنا بنقول خلاص احنا هنشارك 99 و2003 على قد امكانياتي. والفرقتين التانيين هنسحب بيهم مشكورين، ابعتوا لنا لمنطقه اسوان عشان نشارك، قال لي طبقا للوائح ان انت ما تعرفش تشارك. فطبعا دي مشكله بالنسبه لي، انت بتحرمني ليه من فرقتين اقدر اعمل بيهم فرقتين كويسين يلعبوا احنا في الموسم الجاي العب بيهم في الجمهوريه. طب يا استاذ محمد دلوقتي في لجنه معينه خماسيه مؤقته تدير اتحاد الكوره، هل نادي اسوان تقدم بالمذكره؟ اعتذر ان احنا بنبارك طبعا الاستاذ عمرو الجناني واللجنه المؤقته واتحاد الكوره، ان شاء الله ربنا يكرمهم ويقدموا موسم كويس ان شاء الله الكره المصريه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله، بس انا بقول لك هل تقدم نادي اسوان بمذكره للجنه المؤقته لاداره اتحاد كره القدم
بتقدم الشكوى لنادي اسوان، بتقول ان عندي النهارده تكلفه ماليه كبيره مواليد 2001 و2004، خاصه ان اسوان الممثل الوحيد للصعيد. تذكره اول امبارح او من يومين لاتحاد الكره. طبعا انا مش لسه اللجنه الموقعه يا دوبك لسه مستلمه، فبعت من يومين ان انا ابعت سيادتهم يبعثوا للمنطقه ان انا هشارك بمواليد 2004 و2001 للمنطقه، ما حدش رد علينا خالص لحد دلوقتي. بس العكس، بعتوا لي مذكره ان لا، ان انت كده خلاص بالنسبه للمرحلتين دول مش هتقدر تشارك في حاجه. طب ازاي؟ انا مش فاهم. طب دور جمال، دور الدكتور جمال محمد علي، يعني راجل ممثل الصعيد وعارف كل مشاكل الصعيد وخاصه كمان قطاعات الناشئين، والراجل ما شاء الله يعني دكتور في كره القدم، الدكتور جمال محمد علي، برضه هل تواصل مع احد من اسوان انه يقدم له المشكله؟ ممكن يبقى في مساعده ماليه من اتحاد الكره نادي اسوان، خاصه زي ما بقول لك الصعيد بيخدم قطاع كبير، هو المنتخب المصري في الناشئين والشباب. طبعا الدكتور محمد علي بيتواصل مع كابتن مجدي كذلك نائب رئيس مجلس الاداره الفتره اللي فاتت، وقال له طبعا انا مشاكل الصعيد، وقال له ان شاء الله كل اللي احنا بنتكلم فيه حاليا ان هو هيحله. بس يعني لازم حضرتك يا كابتن اسامه، يعني لازم يبقى في دعم من اتحاد الكوره ودعم من وزاره الشباب والرياضه لقطاع الناشئين. احنا عايزين ننفذ نفس التجربه بتاعه اتحاد كره اليد. على الرغم من اتحاد كره اليد ما عندوش فلوس النهارده، الناشئين في كره اليد واخدين بطوله كاس عالم والفرقه الثانيه على ثالث عالم. تمام. طب احنا نسال ليه؟ ايه اللي حصل؟ هي القاعده. اتحاد كره اليد النهارده بيعامل منتخبات في كل المحافظات. منتخب بيصرف عليه من الالف للياء، كل يوم تمارين، كل يوم وجبتين غدا للمنتخب بتاع كل محافظه. بالتالي ده ناتج من اللي حصل، انه ياخد بطوله كاس عالم وبثالث عالم الفرقه الثانيه. تمام. لازم اتحاد الكوره لازم يبقى في طفره في قطاعات الناشئين. معلش انا النهارده انا كفريق صاعد لقطاع الناشئين الجديد، المفروض ما يسويش انا بالفرقه الماضيه في القاهره. ما يقوليش النهارده تعاونك انت ب 100,000 وكل القطاعات 100,000. مظبوط. لا معلش، انا حاطط مليون جنيه في سفر بس وقطع، ده غير التمارين وغير الاكل والشرب للقطاع هنا في اسوان عشان الفرقتين بقى. لا وخاصة كمان بقول ان اسوان هو الممثل الوحيد للصعيد كمان في دوري قوي، دوري فعلا بيفرز مواهب، هو دوري الجمهورية 2001 و2004. استاذ محمد وحضرتك مشرف عام على قطاع الناشئين بنادي اسوان، طمنا بقى على قطاع الناشئين، فعلا نادي اسوان عنده مواهب، ممكن ان شاء الله خلال الدوري السنة دي ممكن نشوف وجوه صاعدة للفريق الاول بنادي اسوان. الحمد لله احنا عندنا اربع لعيبة بيمثلوا الفريق الاول مع كابتن مجدي عبد العاطي. طبعا مجدي عبد العاطي كان في الاول بيتكلم على قطاع الناشئين، لما جه شاف قطاع الناشئين بقى بقطاع الناشئين. عندنا النهارده اسلام سليمان الحارس معانا طالع من قطاع الناشئين، عندنا كابتن احمد دليا، كابتن عمرو، معانا كابتن كريم ان شاء الله، والمجموعه اللي معاه هيبقوا مفاجاه في ان شاء الله في بطوله الدوري الممتاز ان شاء الله الف ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. السنه اللي فاتت على الرغم ان احنا ما كناش بنلعب بطوله الجمهوريه، كان انا عندي اربع او خمس لعيبه بيمثلوا منتخبات مصر. تمام. منهم احمد بيليا كان بيلعب في منتخب 2000. احمد بيليا عارفه طبعا، احمد بيليا من اللعيبه المميزه في نادي اسوان. كان من اللعيبه الناس كلها بتتكلم عليها في منتخب مصر. ده ما كناش بنلعب في دوري الجمهوريه. انا عندي اربع لعيبه انضموا لمنتخب 2001، فاحنا عندنا مواهب كثيره، بس احنا محتاجين الدعم، محتاجين دعم الدوله، محتاجين دعم اتحاد الكوره، محتاجين دعم كتير عشان اقدر اسافر، ما اجيش في النص اقول له لا مش قادر اكمل. تمام تمام استاذ. احنا عندنا امكانيات، عندي امكانيات، انا عندي لعيبه كويسه خالص. مظبوط. كل الشكر للاستاذ محمد. بالنسبه للفريق الاول، الفريق الاول احنا النهارده بنتكلم ان انا هسافر 17 النهارده، انا 17 ماتش 3 مليون طبعا. وانا بتفق معاك يا استاذ محمد انها تكلفه مالية كبيرة، ان نادي اسوان يشترك باربع فرق في دوري الجمهورية تكلفة كبيرة جدا. كنت اتمنى اتحاد الكورة يعني يدرس الحالة، وخاصة الدكتور محمد جمال علي، عشان جمال محمد علي عشان يقف جنب نادي اسوان في هذه المشكلة. كل الشكر للاستاذ محمد حمدي عباس، عضو مجلس ادارة نادي اسوان والمشرف العام على قطاع الناشئين.